السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواني وأخواتي، معكم المهندس حامد الحسيني. على بركة الله نبدأ بكورس السيطرة الكهربائية، ما يسمى بالكلاسيك كنترول. فيديو اليوم راح يكون فقط تنصيب برنامج سيميليشن على مود السهولة بالشرح النظري، والفهم أسرع يكون وأوضح. إن شاء الله أعلمكم تنصيب هذا البرنامج. هذا اللينك راح تلقونه إن شاء الله بالوصف مال الفيديو. أعطي داونلود كاد سيمي فيرجن فور سوفت وير. راح تفتح أنت هذا النافذة، أسوي له داونلود منه. هذا بعد ما أحتاجه، هنا بدأ يحمل عندي مثل ما لاحظتوا. أضغط عليه بكليك، فتحت هذه النافذة. سوي لك ديتريشن وين تريد تحطه. انا راح احطه على الديسكتوب ان شاء الله. حطه بنيو فولدر، نيو فولدر. سوي له اكسيتر، راح يطلع من عندك باسورد يطلب. هاي ما تحتاج الباسورد، هو هذا. سوي له كوبي، باس، كونتينيو. هسه ما يطول ان شاء الله، هذا فتح كمل. طبعا البرنامج جاهز ومنصب، هذا غلط ما احتاجه. البرنامج منصب وكامل، فقط تدخل. طبعا هذا سوي له كاس منه نقلة، ما احتاج داخل فولدر. هذا هو البرنامج، تدخل هنا. اذا نفتحه هسه، هذا هو. راح يطلب من عندي باسبورد. الباسبورد هذا منطق يمنا، الباسبورد 4962. اسوي له كوبي انا بيست. اوكي فتح، ما بي اي مشكلة لحد الان ان شاء الله، كله واضح. طبعا هاي واجهة العمل اللي دائما يكون بيها المخطط الكهربائي. وإن شاء الله الفيديو القادم نشرح شوية عن واجهة البرنامج ونبدي بالتدريجي شرح عناصر الكنترول. شكرا للمشاهدة، ألتقيكم فيديو قادم إن شاء الله.